لسه. طيب ايوه تمام كده. تمام، هنبدا النهارده في موضوع زي ما احنا قلنا موضوع شيق وموضوع جميل جدا اللي هو الاوكلوزال كونسيدريشن فور دنتال امبلانتس. الهدف من الموضوع بتاعنا ايه بالظبط؟ الهدف من الموضوع بتاعنا ان احنا عايزين نعرف ان احنا النهارده لما هنيجي نحط امبلانتس ونيجي نعمل التركيبه بتاعتنا لازم في اوكلوزال كونسيدريشن معينه نعمل حسابنا عليها عشان خاطر الامبلانتس بتاعتنا دي ما يحصلهاش فيلير او انها تفلير مع الوقت نتيجة الجزء. طبعا الموضوع الفيلير ده موضوع كبير وموضوع فيه جزء ممكن يبقى نتيجة الامبروبر بيشنت سيلكشن ان احنا نختار بيشنت غلط، ممكن يبقى نتيجة ان احنا امبروبر سيرجيكال بريباريشن ان احنا عملية الجراحة ذات نفسها تتم بشكل غلط فالامبلانت يفالير، وفي جزء خاص بالامبروبر امبلانت سيلكشن ان انت ممكن الامبلانت ذات نفسه بتاعك كنوع مش مناسب للحالة بتاعتك، وفي جزء اللي هو البروستيتيك فيلير ده بيبقى راجع للاختيار الخاطئ للايه للتركيبه او لل او حاجه راجعه للتركيبه. ومن الحاجات اللي هي اللي بتعمل لنا بروستيتيك فيلير هي الايه هي الاوكلوزال لودنج بتاعنا. فلازم ضروري جدا قبل ما يعني ابدا ان انا احط امبلانت لازم في كونسيدريشنز معينه ترجع للاوكلوجن مهمه جدا جدا لازم نبقى احنا عارفينها. في الحاجات دي ممكن بترجع للفورسز، لازم ابقى عارف ايه هي انواع الفورسز اللي هتبقى نازله على الدنتال امبلانتس بتاعتي. لازم ابقى عارف كمان الاوكلوزال كونسبت اللي انا هستخدمه في الحاله دي ايه، هل هستخدم كونسبت زي اللي بستخدمه مع الناتشرال تيس ولا هستخدم كونسبتس زي اللي بنستخدمه مع التركيبات المتحركه على سبيل المثال. فده قصه مهمه جدا. القصه الثالثه برضو انا هحط السنان بتاعتي الماتيريال بتاعت السنان بتاعتي ايه، القصب كونفيجريشن بتاعها، قصب اناتومي بتاعها، هل هستخدم اناتوميكال تيس ولا سيمي اناتوميكال تيس. دي كلها قصه مهمه جدا جدا. وطبعا مش هنقدر نتكلم على كل حاجه لان مدتنا النهارده ساعه واحده، هنحاول ان احنا نوجز فيها حته الاوكلوزال كونسيدريشن فور دنتال امبلانت. تمام. طيب يبقى احنا هنا زي ما قلنا هنتكلم عن الفورسز، هنتكلم عن الكونسبتس والديزاين والماتيريالز بتاعه السنان اللي هي اللي احنا ممكن نستخدمها في التركيبات اللي هي المحموله على الغراسات. طيب اول نقطه هنتكلم عليها وهي نقطه غايه في الاهميه اللي هي نقطه ايه، نقطه الفورسز عندنا. طيب فورسز ابلاي تو دنتال امبلانت، اول كونسبت هنتكلم عنه اللي هو فورس ماجنيتيود. فورس ماجنيتيود ده هو مقدار القوه اللي نازله على الامبلانت بتاعتي دي قد ايه، ودي بترجع لكذا عنصر ولكذا سبب او بتختلف القوه دي بالنتيجه كذا حاجه ممكن انها تبقى موجوده عند البيشنت بتاعنا. اول حاجه الاناتوميك بوزيشن ذات نفسه والستيت اوف دينتيشن، الاوبوزنج دينتيشن بتاعي هل هو ناتشرال تيس، هل هو ارتفيشال تيس اكريليك تيس، ولا هل هو بورسلين او زيركونيا. كل الحاجات دي طبعا بتفرق كتير جدا في ايه في الفورس ماجنيتيود بتاعنا. كل ما الهاردنس والطفنس بتاعت السنان عليت قوي زي الزيركونيا وزي البورسلين كان الماجنيتيود اوف فورس بتاع الاسنان دي كان عالي جدا. انما كل ما الفورسز بتاع الاسنان اللي كانت موجوده عندنا زي الاكريليك تيس دي بيبقى الريزيلينس بتاعتها اعلى شويه، فبيبقى ليها ليس ماجنيتيود اوف فورسز. فدي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم نحطها في الاعتبار. طبعا احنا لما بيبقى عندنا هاي ماجنيتيود اوف فورس احنا لازم هنا في الحاله دي لازم بنبقى عاملين حسابنا ان الامبلانت اللي احنا هنحطها هنا هتتعرض للود كبير جدا. فهنا في الحالات دي لازم ان انا ابقى عامل حسابي ان انا يا اما هزود النمبر زي ما احنا هنشوف الحلول بعد كده، يا نزود النمبرز بتاعت الامبلانت، يا نزود الدايمتر بتاع الامبلانت عشان خاطر تو كاونتر اكت الفورسز العاليه اللي نازله من الهاي ماجنيتيود اوف فورس من الاوبوزنج تيز. في حاجات برضو بترجع للايدج بتاع العيان، برضو العيان اللي هو صغير في السن الماجنيتيود اوف فورس والماسل بايتنج فورس بتاعته مش هتبقى زي العيان اللي هو كبير في السن، فبرضو دي من النقط المهمه جدا اللي هي اللي بترجع للايدج بتاع البيشنت. في برضو النقطه بتاعه السكس، برضو نفس الكلام عندنا الميل المفروض ان هو البايتنج فورس بتاعته بتبقى اعلى من الفيميل بكتير. وفي اخر حاجه عندنا برضو الباسل باور، دي بتفرق من البيشنت للتاني ودي بنقدر نعرفها ديورنج الدايجنوزز ديورنج الاكسترا اورال اكزامينشن وانا بعمل بالبيشن للماستيكاتري ماسلز بتاعتي اللي هي الماسلز اوف ماستيكيشن. ابدا ان انا بشوف التونيسيتي بتاعتها، اشوف لو لقيت ان البيشنت عنده هايبر تونيسيتي للماسلز ده معناه ان انا
هقابل هاي ماجنتيتو فورس للشغل بتاعي. طيب نيجي على قصه مهمه جدا بعد كده بعد الفورس ماجنتيود اللي هي قصه الفورس ديوريشن او وات وي كول الفورس فريكوانسي. تمام ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الافرج عادي ان استنى دي بتقابل بعضها ديورنج الماستيكيشن تقريبا حوالي نص ساعه في اليوم لو حد يعني اكيل قوي بياكل كتير يعني بالكتير خالص هيبقى ساعه الا ربع او ساعه. لكن طبعا مع في حالات البارا فانكشنال هابتس زي الكلينشنج وزي البروكسيزم العيان بيقعد قافل على اسنانه سيفرال اورز وده بيخلي الماستوكاتوري سيستم كله يتعرض للودز عاليه جدا ومده طويله جدا. غير ان اللودز دي ما بتبقاش فيرتيكال ده بتبقى كمان هوريزونتال لان اثناء عمليه البروكسينج او عمليه الكلينشنج بيبقى عندي مش بس فيرتيكال لود او كومبريسيف لود لا بيبقى عندي لاترال لود او هوريزونتال لود عالي جدا دوت بيأثر على لو عندي اسنان بيأثر على البريدونتال ليجمنتس بيأثر على السنان ذات نفسها بيعمل لها وير ويعمل لها اتريشن وكمان بيأثر لي على المسلز بيزود لي الهايبرتونيسيتي بتاعتها وبيأثر لي كمان على التي ام جي فيما بعد ويبدا يخش بقى في السيكولي بتاعت التي ام دي وكده. كمان عندي بقى لما بيبقى في امبلانت كمان وبيبقى عندي المريض عنده العاده دي بتبقى عاده ديستراكتيف جدا للامبلانت لان زي ما هنشوف بعد كده ان الامبلانت ما عندوش القدره ان هو يتحمل اللي هي الايه النون اكسيال فورسز او اللي هي اللاترال فورسز لان دي بتتحول لتنسايل وشير فورسز ودي بتبقى فيري دينجرس على الامبلانت وبتفلير لنا الامبلانت بشكل كبير. يمكن ربنا سبحانه وتعالى خالق الناتشرال توز تستحمل النوع ده من الفورسز عن الامبلانت لكن الامبلانت للاسف قدرتها بتبقى الوحيده في تحمل الكومبريسيف لود او الفيرتيكال لود اللي نازل على اللونج اكسس بتاعها هي ده الوحيد اللي تقدر انها تستحمله وانها تقاومه بشكل كويس. طيب هنيجي بعد كده بقى نتكلم عن الفورس تايب. فورس تايب ده عندنا فيه ثلاث انواع من الفورسز. اول نوع عندنا اللي هو كومبريشن، ثاني نوع اللي هو التنشن، وثالث نوع اللي هو التنسايل فورسز او الشير فورسز. عذرا. طيب الكومبريشن زي ما احنا قلنا بيبقى يعني صعب جدا ان هو يعمل فيلير بيبقى ليه لو ريسك فور فيلير فور دنتال امبلانت. التنشن بيعمل لي لو انا عرضت الامبلانت بتاعي لتنسايل فورسز ده بيديني 30% ريسك اوف فيلير اكوردنج تو الايفيدنس بيسد ريسورسز، والشير فورسز برضو دي بتبقى اخطرهم على الامبلانت بتاعنا ودي بتعرض الامبلانت عندنا من 65% تقريبا ريسك اوف فيلير عشان كده بنخاف جدا من الشير ستريسز على الدنتال امبلانت بتاعنا. طيب هنيجي بعد كده بقى بالنسبه لقصه الفورس دايركشن. الفورس دايركشن من الحاجات المهمه جدا جدا على التركيبات عندنا المتحركه بوجه عام وكمان برضو مهمه جدا على الامبلانت بتاعي ان انا لازم ابقى عارف ان الفورسز بتاعتي ايديالي المفروض انها تنزل بحيث انها تبقى بريبنديكولر على اللونج اكسس بتاعت الامبلانت. وكمان في يمكن كونسبت بقى بروستيك بنقوله انها لازم تبقى بريبنديكولر على الايه على الكيرفز بتاعتنا بتاعت الاوكلوجن. يعني لو انا عامل بالانسد كيرفز زي الويلسون والسبي والمونسون يبقى هنا في الحاله دي لازم الفورسز بتاعتي تنزل بريبنديكولر على الكيرف وده بيبقى ليه رول كمان في انه يحدد لي الانجيوليشن بتاعت الامبلانت بتاعتي وانا بحددها هتتحدد ازاي. المفروض ان الانجيوليشن بتاعت الامبلانت تبقى بريبنديكولر على الكومبنساتوري كيرفز بتاعتي اللي انا هرص عليها الاسنان. فلما بحط الامبلانت في الالاينمنت دي الفورسز بتنزل بطبيعه الحال ايه على اللونج اكسس بتاعت الامبلانت على طول فما تزودليش الريسك بتاع الفيلير. نيجي تشوف النقطه اللي بعد كده ودي نقطه مهمه جدا جدا برضو اللي هي فورس ماجنيفيكيشن اللي هي تكبير الفورسز. يعني انا نازل عندي ماجنيتيود اوف فورس معين وبيحصل له ماجنيفيكيشن. طب ايه الحاجات عندي اللي بتعمل لي بقى الماجنيفيكيشن للايه للفورسز اللي نازله على الامبلانت؟ اول حاجه عندي ومن الحاجات المهمه جدا زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هي البارا فانكشنال هابس زي الايه زي البروكسيزم وزي الكلينشنج. دي بتزود لي وبتعمل لي ماجنيفيكيشن. انا اوريدي نازل عندي ماستوكاتوري لود بس بتزيد الديوريشن بتاعه ونتيجه اللاترال موفمنت ونتيجه احتكاك السنان ببعضها ده بيزود لي الماجنيفيكيشن بيعمل لي مور ماجنيفيكيشن لللود فبيبقى اللود اللي نازل اضعاف اللود اللي المفروض بينزل في الوضع الطبيعي. برضو عندنا في قصه ان احنا نزود الايه الكراون امبلانت ريشيو. تمام الكراون امبلانت ريشيو كل ما زودت الجزء اللي هو فوق الفيكتشر بتاعي او فوق الامبلانت كل الجزء ده بيعتبر
بنسميه حاجه اسمها ايه فيرتيكال كانتيليفر. كل ده بيعمل فورس ماجنيفيكيشن، كل ما زاد الجزء ده والامبلانت بتاعي كان قصير ده بيخلي الامبلانت بتاعي يتعرض للود عالي جدا جدا اثناء الايه اللودنج اللي انا اللي هيحصل عليه من التركيب. حته برضو جزئيه مهمه جدا، ان انا لو حبيت ان انا اسيميوليت الناتشرال تيس في الاوكلوز الاناتومي بتاعها واعمل الايه الارتفيشال تيس نفس الويدث ونفس اللينس، طبعا بتبقى مشكله كبيره. احنا المفروض بروسيتيكالي دايما بنادفايس ان احنا نقلل الاوكلوزال تيبل في الويدث وفي اللينس. يعني ايه نقللها في الويدث وفي اللينس؟ يعني نقلل الباكو لينجوال واتس بتاعه الارتفيشال تيس وفي نفس الوقت نقلل اللينس. هل هنقلل اللينس بتاع السنان؟ لا، ان احنا مثلا ممكن على سبيل المثال بنكتفي ان احنا نقص الاسنان في حالات الفول ماوس ريبيليتيشن، او حتى في حالات الكومبليت دنشر الرابعه من كومبليت دنشر عادي ممكن بنقص لحد السكس بس عشان خاطر ايه بيبدا بعد كده الانكلينيشن بتاع ريتو مولر بات وبتبقى وفوق عندي الماكسيلاري تيبروستي، وغير كده كمان ببقى عايز اقلل الاوكلوزال تيبل بتاعتي. يعني ايه اوكلوزال تيبل؟ الاوكلوزال تيبل اللي هي الاوكلوزال سيرفيس بتاعي بتاع السنان ككل، ده بنسميه اوكلوزال تيبل. بحب ان انا اقللها في اللنس، ان انا اقلل 7 اعمل اكسكلوجن لل7 تماما من المعادله بتاعتي، وكمان اقلل حتى هتلاقوا السنان اللي هي بتاعه الكومبليت اللي انتوا اشتغلتوا عليها وانتوا طلبه او لسه بتشتغلوا عليها دلوقتي في العيادات، هتلاقوا ان الباكو لينجوال واتس بتاعها قليل جدا. طيب في مشكله؟ انا مش عارف ايه المشكله اللي موجوده بالظبط. هل في مشكله يا جماعه؟ في مشكله؟ اول سلايد بس اللي ظاهره، عذرا كده مظبوط. طيب كده السلايد ظهرت كده يا جماعه ولا في مشكله؟ مش عارف الستريم يارد المره دي عاملها معانا ليه كده. تقالي ظاهرة كده القصة ولا لسه؟ يعني لسه ما في حد بعت لي قال لي ان اول سلايد بس اللي ظاهرة. هل انتم مش شايفين حاليا السلايد اللي موجودة دي اللي هي بتاعت الفورس ماجنيفيكيشن دي مش واضحة؟ طيب المشكلة دي نحلها ازاي؟ طيب هنستوب الشير سكرين ونحاول نعمله تاني. طب ايه المشكلة دي؟ اول مرة تقابلنا. طب ظهر كده يا جماعه، ظهر كده. طيب هو نزل ابديت على على الاستريم بصراحه. انا مكبرها بالفعل، يعني انا مكبر بالفعل السلايد بس مش بتظهر. انا مكبرها وبشرح حاليا من ساعتها. محمد مش عارف بقى. هحاول افتحها تاني.
ظبطت كده يا جماعه؟ امور تمام؟ نكمل؟ طيب طيب احنا كنا بنتكلم عن الفورس ماجنيفيكيشن، هنكمل كلامنا تاني. اتكلمنا عن البارا فانكشنال هابتس تمام، واتكلمنا عن الكراون امبلانت ريشيو، واتكلمنا عن الاوكلوزال تيبل، وقلنا ان لازم نقللها في الواتس واللنس، وكمان اتكلمنا عن الكانتيليفر لنس، وقلنا ودي كانت اخر نقطه في الفورس ماجنيفيكيشن، وقلنا ان الكانتيليفر اكستنشن ده سواء انا عملته في فيكسد ريستوريشن على امبلانت او عملته في بار لازم يبقى ليه قواعد. يعني زي ما احنا قلنا في قصه البار قبل كده، كنا اتكلمنا عن ان في قاعده في البار اسمها الاي بي سبريد او الانتيريو بوستيريو سبريد. لما انا ببقى عامل اثنين امبلانتس في اثنين انتيريو واثنين بوستيريو، بيبقى المسافه بتاعتهم بقدر ان انا، في بعض المدارس بتقول بنقدر ان احنا نعمل ضعف الاي بي سبريد، في بعض المدارس بتقول نعمل 1.5، وبعض الاي مدارس كونزرفاتيف شويه بتقول بنعمل نفس مسافه الاي بي سبريد في البار اتاتشمنت. لكن الكانتيليفر لانس خلي بالكم انه ده بيعتبر لو انا عملته، سواء عملته في بار اتاتشمنت او عملته في فيكسد ريستوريشن او عملته في هايبريد حتى ريستوريشن، ده بيعتبر ريسك كبير جدا على الامبلانس بتاعتي، لانه بيعرض الامبلانس عندي للود عالي جدا جدا. فلازم ببقى عامل حسابي ان انا لو هزود الكانتيليفر لانس لازم يبقى انا هنا في الحاله دي عندي الديامتر بتاع الامبلانس كويس، ويبقى عندي كمان نمبر اوف امبلانس كويس، ويبقى في سبلانتنج ما بينهم سواء كان بفيكسد ريستوريشن او ببار اتاتشمنت. فدي نقطه مهمه جدا بقولها لكم على سريعا، لان مجال الامبلانت طبعا انتوا عارفين مجال كبير جدا، واحنا بنتكلم على جزئيه الاوكلوجن النهارده، فعايزين نوجز القصه باقل منكم. طيب القصه دي عشان نقلل الفورس ماجنيفيكيشن او نقلل تاثير الفورسز بقى على الامبلانت هنا كتريتمنت، هنعمل ايه؟ مهم جدا ان احنا نحدد الاستراتيجيك بوزيشن بتاع الامبلانت بتاعنا. ان انا مثلا مكان زي الكوادرنت عندي مثلا كورنر زي الكناين مثلا يمين وشمال، ده مهم جدا. ميد لاين عندي مكان مهم جدا، عندي في مكان مثلا زي مكان الفايف او المكان البوستيريو لو قدرت اعمل ورا، دي كلها اماكن استراتيجيك، وان احنا نبقى واحنا بنحدد البوزيشن نبقى بنحدده اكوردنج تو الايه البروستيك دريفن امبلانت بليسمنت، ان احنا بنبقى محددينه اكوردنج تو البروستيك بوينت اوف فيو. تمام، يعني لازم ابقى انا ابقى عامل حسابي عارف وانا بحط الامبلانت دي، عارف السنه اللي فوقيها هتبقى ايه، هتبقى برينولر، هتبقى كناين، هتبقى واتيفر، عشان ما تعمليش مشكله في التركيبه وهي بتتعمل، ممكن تاثر دي على الاساتكس او على الفوناتكس او على اي مشكله تانية بعد كده. طيب في برضو حاجه برضو مهمه، اللي هي ان احنا ممكن نزود النمبر اوف امبلانس. لو انا عندي في ماجنيفيكيشن وعندي في ريسك جامد من الفورسز، اقدر ازود النمبر اوف امبلانت لو العيان فاينانشال يقدر يدفع، لو العيان يقدر يكلف القصه دي اقدر ان انا ازود عدد الامبلانس عشان احل المشكله. ممكن برضو كمان بزود الامبلانت سايز، ولما بنقول السايز دايما بنهتم بان احنا نزود الديامتر اكتر من احنا نزود الايه اللانس، لان احنا لما بنزود الديامتر بنقدر نزود الانتر اللي هي السيرفيس اريا بتاعت الامبلانت ذات نفسه، والسيرفيس اريا بتاعت الاوسيو انتجريشن مع اللي هو الانترفيس ما بين الامبلانت وما بين البون، وده بيزود لي مساحه الاوسيو انتجريشن، فبتزيد قدره الامبلانت على انها تتحمل اللودز والستريسز بشكل كبير. برضو لو انا عندي مثلا عيان عنده بارا فانكشنال هابتس، برضو هضطر ان انا اعمل له امبلانت، يبقى انا هنا في الحاله دي ممكن برضو اعمله نايت جارد، ويفضل ان احنا نعالجه من البارا فانكشنال هابتس قبل ما نعمل له الامبلانت، ده يبقى افضل بكتير. لو انا مضطر اعمل له الامبلانت عندي عشان هو مصر على ده، وعشان كمان هو محتاج الاساتكس خصوصا لو حاجه في الانتيريو زون، يبقى احنا هنا في الحاله دي لازم نعمل له نايت جارد عشان خاطر نقلل الفورسز او نعمل كاشن للفورسز على الايه الريستوريشن اللي فوق الامبلانت عندنا. في حاله برضو لما يبقى عندي هاي ماجنيفيكيشن اوف فورسز ومحتاج ان انا اعمل كانتيليفر اكستنشن ومحتاج ان اعمل الكلام ده، فيبقى برضو استخدام الاوفر دنشر عندي هنا بيبقى فيه كونكشن ما بين البروسيسز وما بين البار اتاتشمنت مثلا على سبيل المثال، فبيبقى احسن من اني اعمل له ايه كانتيليفر هايبريد ريستوريشن. بيبقى بنقدر على البار نعمل انواع معينه من الاتاتشمنت بحيث انها تعمل ايه، تعمل ريليزنج للايه للفورسز، او تعمل سام ريزيليانسي على البار بتاعنا، فتقدر انها تخفف اللود شويه من على الامبلانت اكتر من ان احط عليها فيكسد ريستوريشن. طيب في
في نقطه بقى في الاوكلوزال كونسيدريشن مهمه جدا عايزين نشوفها مع بعض، اللي هي قصه ناتشرال تيس في اس امبلانت. هنسجل اللايف ان شاء الله، تعليقاتكم انا اسف مش قادر اشوف التعليقات دلوقتي وانا بشرح، هشوفها كلها بعد ما نخلص وهديكم وقت للاسئله ان شاء الله، وهشوف التعليقات كلها، واي حد باذن الله محتاج سؤال هنجاوب عليه باذن الله. طيب الاوكلوزال كونسيدريشن، ربنا سبحانه وتعالى خالق السمنه ليها وضع بايوميكانيكال غير الامبلانت تماما. يعني ربنا سبحانه وتعالى خالق السمنه ليها بريدونتال ليجامنتس، بريدونتال ليجامنتس دي واخده كذا دايركشن، فدي حكمه من ربنا سبحانه وتعالى ان لو السمنه بتاعتي جالها اللود من اي اتجاه عندها البريدونتال ليجامنتس اللي تقدر انها تكاونتر اكت الايه، زي المساعدين بتوع العربيه كده، عندها الكاونتر اكتس انها تقاوم الكاش اللود ده من اي اتجاه. وكمان حتى لو زي ما في الاورثوبيديك ثيوري عندنا بنحب نحرك السنه دي من مكانها من حته لحته، بنقدر ان احنا لو حطينا اللود دي بشكل فيسيولوجيك بنقدر ان احنا نحرك السنه فعلا من مكان لمكان، نتيجه ان الجزء اللي بيبقى فيه بريدونتال ليجمنتس بيحصل له تنشن، بيحصل بوندي بوزيشن، والجزء اللي بيحصل له كومبريشن بيحصل ايه، بيحصل بون ريزوبشن، والسنه فعلا بتتحرك من مكانها بالطريقه دي. لكن يعني الامبلانت بتاعتنا مسكينه جدا، هي وظيفتها انها تحطها في مكانها ويحصل لها اوسيو انتجريشن او يحصل لها انكلوزز مع البون، بتتلحم في العظم تبقى هي والعظم حته واحده، تمام. فاي لودز هتنزل عليها زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في الدايركشن راذر ذان اللي هي الفيرتيكال او الاكسيال لود، هيبقى هيتحول عندنا لايه، لتنسايل وشير ستريسز، هتبقى مضره جدا للامبلانت والاوسيو انتجريشن، ونبدا نلاقي اللي يحصل بون لوس اراوند الامبلانت بتاعتنا، وممكن يحصل حتى لو الامبلانت ذات نفسه العظم اللي حواليه كويس وما حصلوش ريزوبشن، ممكن نلاقي الامبلانت ذات نفسها يحصل لها فراكشر، السكرو ذات نفسه اللي ماسك البروسيسز في الامبلانت يحصل له فراكشر، نلاقي فيه مشاكل كتيره جدا نتيجه ان اللود بتاعي نزل على الامبلانت وكان اللود ده غير محسوب وادى الى بروستيك فيلير فيما بعد. فالاوكلوزال تيبل زي ما احنا قلنا في الامبلانت بيبقى اقل، لما احط السنه بتاعتي على الامبلانت الاوكلوزال تيبل بتاعها يبقى اقل شويه من الناتشرال تيس في اللانس وفي الوتس قدر الامكان، وده بيقلل لي الفورسز على الريدج على الالفيولار ريدج، وبيقلل لي الفورسز على الامبلانت، ده لو انا بستخدم حالات مثلا زي الاوفر دينشر على الامبلانت، وبيمينيمايز الباور نيدد تو بنتريت الفود، برضه دي ميزه ثانيه في الايه، في انها بتديني جود ماستوكاتوري افشنسي، لان بيبقى البنتريشن بتاع الفود بيبقى افضل. طيب في عندنا بعد كده قصه دايما يعني بعض الناس اللي هي بتقولها، اللي هي قصه ان احنا نحط الامبلانت السنان عندنا نعملها سلايتلي اوت اوف اوكلوجن، وده في حاله لو انت بتستخدم عايز تحط سنان بقى فوق اساتكس او تحط حاجه كنوع من الايميديت لودنج، تمام. في بيبقى في بروتوكول افضل شويه، بدل ما تحطها في الاوكلوجن على طول وده ياثرك على الاوسيو انتجريشن، لا ده انت ممكن بتخلي السنه محطوطه جاست فوق اساتكس وتخليها اوت اوف اوكلوجن، وده مسميها الايميديت ديلي لودنج، تمام. وناجل ميعاد، ودي السنه دي بتبقى المفروض مؤقته، ولحد ما يحصل اوسيو انتجريشن ابدا ان انا افك السنه دي السكرو بتاعها واشيلها، وابدا ان انا اعمل له الايه البيرمننت كراون او البيرمننت ريستوريشن بعد ما يكون حصل اوسيو انتجريشن. فبقى كده البروسيس بتاعتي استفدت بيها كايساتكس وفوناتكس، وفي نفس الوقت ما عرضتهاش للود عالي جدا من الايه من الاوكلوجن. طيب ده اول نقطه حبينا نتكلم عنها. طيب تاني نقطه عندنا اللي هي الايفكت اوف انجلد لودنج، تمام. عندنا الانتيريو تيس منطقه المجزله بالذات لو احنا جينا نشوفها من لاترال فاريومتريك مثلا اكس راي، هنلاقي ان الايه، هنلاقي ان الاسنان بتاعتنا جايه فيها ميل، هتلاقيها جايه بميل كده، الميل ده السنان اللي فوق مايله كده والسنان اللي تحت بتخبط فيها كده، فبطبيعه الحال الخبط هنا السنان الفورسز كده من السنان اللي تحت للسنان اللي فوق، بطبيعه الحال سواء اللي فوق او اللي تحت الفورسز مش نازله ايه، الفورسز بتاعتنا فوق على المجزله الانتيريو مجزلري اريا ما هياش نازله بريبانديكولر، ده بالعكس ده نازله ايه، نازله هوريزونتال خالص على الايه، على الامبلانت بتاعتي. فهنا في الحاله دي بينصح ان احنا نزود الامبلانت دايامتر او ان احنا نزود الامبلانت نمبر عشان تو كاونتر اكت الايه الايفكت بتاع الانجلد لودنج اللي موجود. طيب في برضو نصيحه مهمه جدا اللي هي رقم 3 عندنا هنا، اللي هي فيفور ذا ويكست ارش، حتى دي موجوده عندنا في التركيبات المتحركه، دايما يقول لك العيان اللي هو كلاس 2 او كلاس 3 خلي بالك من الفك الصغير، الفك الصغير هو الاضعف، تمام، والفك الكبير ده احنا مش خايفين منه، الفك الكبير
في عندي جود فاونديشن، عندي القصه تمام زي الفل، بس دايما نخاف من الفك الايه الاضعف. ويقول لك حاله زي الحالات اللي زي كده زي سكيليتال كلاس 2 وسكيليتال كلاس 3 في الجوز عندنا، نحاول قدر الامكان ان انت ما تدخلش عندها تعمله كومبليت دينشر، لان بيبقى متعب جدا بالنسبه لك ومحتاج كونسيدريشنز كتير جدا عشان يظبط معاك. فبنقول لك فبنحاول ان الفك الصغير سواء كان اللي تحت او اللي فوق بنحاول ان احنا نقلب الحاله من كومبليت دينشر نقلبها لايه، لامبلانت سبورتد او امبلانت ريتيند اوفر دينشر على الاقل. لو قدرت تعمل فيكسد ريستوريشن طبعا يبقى زي الفل مفيش مشكله، بس اتليست يبقى امبلانت ريتيند اوفر دينشر عشان خاطر ايه نساعد القصه دي. طيب في حاجات تانية برضو بنفيفر بيها الويكست ارش، زي ان احنا بنحاول قدر الامكان زي ما يكون انت مثلا عندك فلات ريدج تحت تمام، ده يعتبر ويكست ارش برضو، مش شرط يكون سكيليتال كلاس 3 وكلاس 2 بس، لا ممكن يكون عندي في عندي ارش سيفيرلي ريزولفد مثلا، زي ما بنقابل دايما اللور جو عندنا دايما بيبقى ريزولفد بشكل كبير. بنعمل ايه في الحاله دي؟ بنقلل الاوكلوزال بلين از ماتش از وي كان، بس ما بنعديش الماكسيمال كونفكسيتي اوف ذا تانج، يا دوب بننزل تحتيها حاجه بسيطه عشان ما ايه برضو ما نعملش تانج بايتنج او نعمل تشيك بايتنج ونعمل الكلام او نعمل يعني ما بنحاولش ان احنا نقلل لو او نعمل لو فيرتيكال دايمنشن قوي لان هنخش في قصه ثانيه خالص تمام. فبنقلل الاوكلوزال بلين بحيث ان احنا نقلل الفيرتيكال كانتيليفر اللي هو اللي موجود ما بين الايه ما بين الاوكلوزال سيرفيس وما بين الامبلانت ايه وما بين الامبلانت عندنا تحت في العظم. طيب برضو بنقدر ان احنا نستخدم كونسبت اوف اوكلوجن يعني يخلي الفورسز اللي واقع على الامبلانت اقل والدايركشن بتاعها كمان يبقى افضل، زي الايه زي اللينجوالايزد كونسبت اوف اوكلوجن، وده هنشوفه دلوقتي بالصور هناخد فكره عنه سريعا بعدين. وده بيبقى الهدف منه ان انا بيبقى عندي فيه كاسب واحد هو اللي لامس، اللي هو بيبقى غالبا البلاتال كاسب بتاع الماكسيلاري تيس، بيبقى هو اللي لامس سنترال فوسا بتاعت اللور تيس زي ما هنشوف بعد كده، وده بيخلي ان الاوكلوجن بتاعي مش متكتف فري، وفي نفس الوقت ليه جود ماستوكاتوري افشنسي وجود اوساتكس نتيجه ان انا استخدمت اناتوميكال تيس فوق واستخدمت سيمي اناتوميكال تحت زي ما هنشوف كمان شويه. طيب عندنا بعد كده برضو قصه الاوكلوزال ماتيريال والاوكلوزال سكيم هنتكلم عنها بعدين. طيب يبقى عندنا هنا عايزين نشوف بقى ايه هي البرنسبلز اوف اوبتيمال اوكلوجن عشان نعمل اوبتيمال اوكلوجن، ايه الحاجات اللي مطلوب مننا انها تبقى موجوده. طيب اول حاجه محتاجين يكون عندنا اكسبتبل انتر ارش سبيس تمام، يعني اتليست تكون 7 ملم فيما فوق مفيش مشكله، اقل من كده هنخش بقى في كونسيدريشنز كبيره، يعني منها نوع حتى المقاس اللي احنا هناخده، منها الاملت ممكن نحتاج نعمل سيرجيكال كوركشن ونزود الانتر اوكلوزال سبيس او الانتر ارش سبيس، ده عشان تو بروفايد بروستيتك سبيس خصوصا لو انت هتستخدم اوفر دينشر او هتعمل اتاتشمنت. ده من الحاجات المهمه جدا 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 اللي احنا بنقولها لزمايلنا دايما وهم بييجوا يشتغلوا حالات الاوفر دينشر او حالات الامبلانت بوجه عام، لازم تاخد الجينيت امبريشن فوق وتحت وتعمل وتاخد عضه مؤقته تنتيف فايت وتعمل ماونتنج للاثنين كاستس بتوعك ايا كان بقى بارشل ايدنشرس كومبليتلي ايدنشرس مش هتفرق، بس لازم اعمل انفستيجيشن للانتر ارش سبيس بتاعتي اشوفها موجوده هي هتبقى قد ايه بالتحديدا. دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتفرق في اختيار انواع الاتاتشمنت، بتفرق حتى في اختيار نوع البروسيس ذات نفسه اللي انت هتستخدمه عندك. طيب برضو محتاجين عشان يبقى عندنا اوبتيمال اوكلوجن، ودي قاعده عندنا في اي اوكلوزال سكيم، ان يبقى عندنا ستيبل جو ريليشن ويز بايلاترال سيميليتنس اوكلوزال كونتاكت ان سنتريك، لازم دايما السنتريك بايتنج عمليه السنتريك بايتنج دي يبقى تبقى هوموجينس، مش عايز يبقى في بريماتير كونتاكت تاثر لي على السنتريك اوكلوزن وتبقى قفله العيان السنتريك هوموجينس، لان لو انت عندك مشكله في السنتريك للاسف كل حاجه بعد كده انت هتعملها مش هندور بقى على الاكسنتريك خالص، وغير كده كمان العيان هيديفلوب باترن من البارا فانكشنال هابت خطير هياثر عليه بعد كده، يبدا بقى يحصل له كلينشنج ديورنج داي ويبدا ممكن ديورنج نايت يحصل له بوكسنج ويبدا يحصل له بقى السيكولي بتاعت التي ام دي بعد كده وندخله في حوار تاني خالص تمام. برضو مهم عندنا يبقى في يونيلاترال اور بايلاترال كناين بروتكتد اور جروب فانكشن اوكلوجن اللاترال موفمنت، وده بنعمله في حاله لو البيشنت عنده ناتشورال تيز زي حالاتنا وحالاتكم كده تمام، وبنعمل تركيبه صغيره فيكسد على الامبلانت، يبقى احنا هنا في الحاله دي هنحاول ان احنا تو سيميوليت الاورجانيك اوكلوجن بتاع البيشنت ونعمل له واحد من السكيمز اللي احنا قلنا عليها اللي هي كناين بروتكتد او جروب فانكشن اوكلوجن
عشان خاطر ندس اوكلود في زي في القناين بروتكتد اوكلوجن زي ما هنشوف بيدس اوكلود البوستيريور تيس ديورنج اللاترال موفمنت. تمام. طيب يعني بديكوا هنت سريع لان يعني الموضوع طلب مني والوقت قليل فعذرا يعني لو بمشي بسرعه ولا حاجه، بس اللي عنده سؤال يساله في الاخر وانا معاه ان شاء الله. نيجي على نقطه بقى مهمه جدا اللي هي ريكويرمنتس اوف اوكلوزال سكيم. يعني قبل ما احنا دلوقتي هنخش على الاوكلوزال سكيمز عندنا دلوقتي في الثابت وفي المتحرك اللي بنعملهم على الامبلانت، بس عايزين نشوف ايه المتطلبات بقى اللي مطلوبه مني في الاوكلوزال سكيم فور امبلانت بروسيزز بعد كده. يعني انا عندي هعمل بروسيزز على الامبلانت ايا كان، ان شاء الله لو كراون واحد، او هعمل لونج بريدج، او هعمل فول ارش على الامبلانتس، تمام، او هعمل اوفر دينشر. طب ايه الريكويرمنتس بتاعت الاوكلوزال سكيم؟ في عندي ريكويرمنتس ثابته ايا كان الاوكلوزال سكيم اللي عندي. تمام. الاوكلوزال فورسز لازم تبقى بريبنديكولار على الامبلانت بادي. طبعا انا عارف ان ده يعني شيء زي ما بنقول كده شيء حالم وقصه ما بنحصلش عليها كتير، بس احنا بنحاول قدر الامكان لو انا فعلا عملت الشغل بتاعي بروستيك دريفن بقدر ان انا ديجيتالي ان انا احدد مكان الامبلانت بتاعتي كبوزيشن وكانجيوليشن، بحيث انه فعلا الفورسز بتاعتي بحط الامبلانت مش تحت السنه، لا ده انا بحطها تحت الفانكشنال كوسب كمان، بحيث ان الفورسز بتاعتي تنزل على اللونج اكسس بتاع الامبلانت بالظبط. يبقى انا هنا في الحاله دي خدمت البيشنت ده ان انا طولت له في عمر الامبلانت قدر الامكان. قصه ان انا يبقى عندي لازم يبقى فيه انتيريور جايدنس، لازم يبقى عندي فيه انتيريور جايدنس. يعني ايه؟ يعني الانتيريور تيس تديس اوكلود البوستيريور تيس ديورنج الفانكشن، عشان برضو ما زودش الاكسيال النون اكسيال لود او اللاترال لود على الامبلانت ديورنج البروتروزف موفمنت. ويبقى عندي كمان نو بوستيريور انترفيرنس ان بروتروزف او لاترال موفمنت. لازم ما يبقاش عندي زي ما احنا في الناتشرال تيس عندنا كده، عارفين الكريستنسن فورم فينومينون، ان انا بعض ايدج تو ايدج قدام كده يبقى عندي فيه سيبريشن وفيه سبيس للبوستيريور تيس ورا. يبقى انا هنا في الحاله دي لازم ان انا ما يبقاش عندي اي انترفيرنس ما بين البوستيريور تيس في حاله البروتروزف موفمنت، ان الانتيريور جايدنس اللي عندي ديس اوكلود البوستيريور تيس، ولو حركت السنان بتاعتي رايت وليفت يبقى انا هنا في الحاله دي يبقى البالانسنج سايد مفيش كونتاكت. تمام تماما، مش عكس ما كنا بنعمل في كومبليت دنشر. كومبليت دنشر عشان يبقى عندي ايدج تو ايدج قدام زي ما هنشوف كمان شويه لازم يبقى عندي في بوينتس اوف كونتاكت موجوده ورا عشان تو بالانس الدنشر ما يوقعش من ورا. تمام. طيب في حاله اللاترال موفمنت برده كان كومبليت دنشر، لو انا السنان عندي لمسه الناحيه دي لازم البالانسنج سايد يبقى في عندي بوينتس اوف كونتاكت بحيث الطقم ما يقلبش من ناحيه الايه البالانسنج. فاحنا عندنا القصه دي مختلفه ما بين الناتشرال تيس وما بين الايه وما بين الارتفيشال تيس. مهم جدا الاكسنتريك بالانس مش مطلوب وبيعتبر عيب في حالات الايه الفيكسد ريستوريشن على الامبلانس. تمام. طيب الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن لازم يبقى ان هارموني ويز ماسل اكشن اند سبيكينج سبيس، وده مهم جدا ان انت ما تحاولش ان انت تزود الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن. تمام. يعني السيكولي بتاعته مدمره للامبلانت بشكل كبير، ان انت تعمل الحاله بتاعتك هاي فيرتيكال على امبلانت دي قصه كبيره جدا، لان اولا مش هيبقى عندي فري واي سبيس، السنان لامسين بعض هيبقوا لامسين بعض طول الوقت، فعندي في ديوريشن للفورس رهيب جدا موجود على الامبلانت. فاوعى واياك ان انت تزود الفيرتيكال دايمنشن على امبلانت محطوطه، خصوصا في حالات الفول ماوس ريهابليتيشن اللي بيبقى انت عامل فيها فول ارش. حاول قدر الامكان لو انت خايف تزوده هاي اعمله لو، انا اللي بقول لك كده السيكولي بتاعت اللو على الامبلانت مش هتبقى خطيره قوي زي الهاي فيرتيكال دايمنشن. الهاي فيرتيكال دايمنشن في خلال شهور ممكن فعلا حرفيا تفالير يا البروسيزز يا الامبلانت بتاعتك، غير شكاوى العيان من ان هو مش عارف ياكل ومش عارف يفتح بقه وان وشه مشدود والعضلات بتاعته فيها تنشن، هيشتكي لك شكاوى كتيره جدا مش هيستحمل التركيبه بالمنظر ده. برضه مهم جدا عندنا ان الاوكلوزال سكيم اللي انا بعمله للبيشنت بتاعي يكون محقق نقطتين مهمين جدا، هو انه بيديني اساتكس، لان دلوقتي ما ينفعش ان انا في ظل ثوره الاساتكس اللي احنا عايشين فيها دي ان انا اعمل تركيبه ايا كان نوعها حتى لو تركيبه متحركه. تمام. ويكون ما فيهاش اساتكس، يعني حتى بدانا نبعد عن المشابك المعدن ونستخدم مشابك مرنه دلوقتي سواء كان الاسيتال او النايلون او البيك او كل الانواع دي كلها عشان خاطر تديني اساتكس. فما ينفعش ان انا اعمل تركيبه او احط اسنان مش مدياني اساتكس زي الفلات تيس. وانس ان انا استخدمت فلات تيس انا اي نعم صحيح خدمت الامبلانت ان انا ما نزلتش عليها لودز كبيره، لكن في نفس الوقت انا عندي مشكله كبيره جدا ان انا الاساتكس عندي بتاعتها وحشه نتيجه ان ملهاش كاسبس وملهاش اناتومي بتدي شكل حلو في الابتسامه بتاعت البيشنت عندي.
الفانكشن برضو مهم، برضو ما اعملش برضو فلات تيس او اعمل مونو بلين تيس سنان فلات. سنان فلات دي هتنضغ ازاي؟ ما انا القصبات بتاعتي والنتوءات بتاعت القصبات دي هي اللي هتعمل عملية الماستيكيشن. فبرضو لازم اراعي الحتة دي كويس، ان انا مش على حساب البايوميكانكس ان انا ايه اضحي بالايه بالاساتكس وبالايه وبالفانكشن. طيب نيجي عندنا بقى هنشوف اللي هي نقطة مهمة جدا اللي هي الاوكلوزال سكيمز فور امبلانت سبورتد فيكسد ريستوريشن. تمام، انتوا مركزين معايا ولا الاكل كابس بتاع الفطار وتهتوا مني؟ تمام. طيب اتمنى ان انتوا تكونوا لسه مصحصحين معايا لان الحته دي مهمه وان شاء الله مش هطول عليكم، بس عايزكم تركزوا في حته الاوكلوزال سكيمز دي، هي حته يعني ليها علاقه بالسيريز والكونسبت، بس انا هحاول اشرحها لكم بشكل يكون دمه خفيف كده بحيث ان الايه ان الامور تبقى لذيذه، يعني ما تبقاش صعبه زي ما انتوا كنتوا فاكرينها في الكليه. طيب هنبدا باول حاجه بنستخدمها في حالات الفيكسد ريستوريشنز اللي هي الميوتوري بروتكتد اوكلوجن او وات وي كول لاترال كناين جايدنس. تمام، ودي اللي بنسميها السيريز او النظريات بتاعه الاوكلوجن اللي احنا بنستخدمها. طيب هنبدا بالميوتوري بروتكتد اوكلوجن وهنشوف هو عباره عن ايه. البوستيريور تيس هنا بتقابل بعض في السنتريك بس، انما اي اكسنتريك موفمنت زي البروتروزيف موفمنت او اللاترال رايت وليفت موفمنت الممنوع البوستيريور تيس تقابل بعضها في البالانسنج سايت خالص، ما يبقاش ما عنديش البالانسنج سايت يبقى في كونتاكت، يبقى في قصدي سبيس موجود. فهنا عندنا السنتريك بوزيشن الماكسيلاري بالاتال كاسبس اند مانديبولار باكال كاسبس اوكلود ان سنترال فوس. تمام، ده اللي هو الوضع الايه العادي بتاعنا ده في السنتريك بوزيشن. تمام، دول الفانكشنال كاسبس. تمام، طيب وبنستخدم هنا عندنا ناتشرال توث مورفولوجي عادي، بنستخدم اناتوميكال تيس. ومن مزايا السيستم ده او من مزايا السيوري دي انها بتديني هاي اساتكس زي ناتشرال تيس، بتديني هاي شيونج افشنسي نتيجه ان انا بستخدم اناتوميكال كاسبس ليها كاسب انجل كبيره، بيمنع السنان من الوير نتيجه ان انا اللاترال الكناين عندي بيحصل ان الليبيد سيرفيس بتاع اللور كناين مع البالاتال سيرفيس بتاع الابر كناين بيقابلوا بعض فبيعملوا ديس اوكلوجن للبوستيريور تيس، فخلاص ما بتقابلش بعض الكاسبات فمش هيحصل وير او ايه او لوست للايه للكاسب هايت بتاعي، وده هيحافظ لي على الاوكلوجن ريليشن شيب وبين عام نتيجه ان انا حافظت على السنان من الوير. تمام، طيب بغير كده كمان عشان بيمنع ان الكاسبات تلمس في البروتروزيف وفي اللاترال موفمنت برضو نفس الكلام بيقلل لي اللاترال فورسز اللي واقعه على الامبلانت بتاعتي وعلى البروسيس بتاعتي از هول. تمام، يبقى دي الادفانتجز بتاعته. الديس ادفانتجز بقى عباره عن ايه؟ هنا بيحتاج فولي ادجستبل ارتكليتورز اند اتس ريكورد، ودي من الحاجات بقى اللي ايه انت هتزعلنا ليه بقى دكتور محمود، هترجعنا ليه بقى الفولي ادجستبل، ومين فينا بيشتغل على الفولي ادجستبل؟ القصه وانس ان انت تريند عليها مره واحده بس هتقدر تشتغل بيها طول حياتك بمنتهى السهوله والقصه ما فيهاش مشكله. طب ايه هو الفولي ادجستبل وايه الريكوردز بتاعته؟ الفولي ادجستبل ارتكليتور ده بيبقى ليه اربع ريكوردز. اول ريكورد منهم سريعا اللي هي الفيسبو ريكورد تو ماونت الابر كاست. تمام، وده لازم تكون بتعرف تشتغل فيسبو، لو ما بتعرفش تشتغل فيسبو هتخش على صفحه اليوتيوب بتاعتي او قناه اليوتيوب بتاعتي هتلاقي فيديو يوضح لك ازاي تشتغل بالفيسبو وازاي تعمل ماونتنج للريكورد دي على الادجستبل ارتكليتور. تمام، يبقى اول حاجه زي ما احنا قلنا فيسبو ريكورد تو ماونت ذا ابر كاست. تاني حاجه الجوريليشن ريكورد لو انت بتشتغل كومبليت، او الانتر اوكلوزر ريكورد لو انت بتشتغل على ناتشرال تيس تو ماونت الايه تو ماونت اللور كاست. تمام، تالت ريكورد عندنا اللي هي البروتروزيف ريكورد تو ادجست الايه الهوريزونتال كوندويلر جايدنس او الساجيتال كوندويلر جايدنس. تمام، واللاترال ريكورد عندنا في رايت لاتر وفي ليفت لاتر ريكورد عشان تو ادجست الايه وات وي كول البينت انجل او الهوريزونتال او اللي هي اللاترال كوندويلر باس ايه انجل. تمام، دي حاجات مهمه جدا جدا احنا لازم نبقى عارفينها لو احنا هنشتغل شغل احترافي بقى وعايزين نشتغل حالات فول ماوس ريهابليتيشن، لازم نبقى عارفين الشغل ده كويس جدا جدا. وطبعا بتحتاج فني معمل معاك شاطر عشان خاطر ايه يديك فعلا التركيبه يديها لك من على الارتكليتور ويخلصها لك تحطها في فوق العيان ما تحتاجش تعمل فيها حاجه، بيبقى مظبط لك اللابوراتوري ماونتنج بتاع التركيبه على الارتكليتور وعامل لك كل اللازم كله في الاوكلوزال ادجستمنت بحيث انه بتطلع التركيبه فعلا بيدياك كل الايه كل الفيتشرز اللي انت محتاج ان انت تعمل.
من العيوب برضو اللي موجوده فيها عشان انا دي اناتوميكال تيس، فالوركينج سايد اللي هو اللي السنان بتقابل فيه مع بعض بيبقى نتيجه وجود انترلوكينج للاوكلوجن بتاع الاناتوميكال تيس، فبيعمل لي برضو ايه، بيعمل لي على الوركينج سايد بيعمل لي هاي اوكلوزال فورسز على الامبلانت في الوركينج سايد اللي العيان بياكل عليه. فمهم جدا لو انا عندي امبلانت يمين وشمال ان انا اخلي العيان ياكل يمين وياكل شمال، ما ياكلش على جنب واحد بس. دي من النقط المهمه جدا عشان اقلل اولا الديوريشن واقلل بتاع اللود على الامبلانت واقلل واوزع الماجنيتيود اوف لود على الايه، على التو سايدز بتوع البيشنت عندي يمين وشمال. طيب ده هنا زي ما احنا شايفين ده الصوره بتاعه الكناين بروتكتد اوكلوجن اهو، شايفين لما العيان بيبدا يحرك ده اللي هو الماكسيمال انتركاسبر بوزيشن والعيان قافل، بيبقى التيب اوف ذا كناين دي موجود عندي هنا عند النقطه الحمراء دي. تمام، لما العيان بيبدا يفتح بيحصل ايه، بيحصل ان الليبيال سيرفيس بتاع الكناين هنا مع البالاتال سيرفيس بتاع الماكسيلري كناين يبداوا يعملوا ايه، عملوا ديس اوكلوجن زي ما انتم شايفين للبوستيريوتيس، مفيش اي انترفيرنس، وده بيقلل اللود لو انا عندي امبلانت فوق او امبلانت تحت، هيقلل الايه النون اكسيال لود اللي واقع على الامبلانت بشكل او اللاترال لود اللي واقع على الامبلانت بشكل كبير، وده اللي مسبيه اللي هو اللاترال كناين جايدنس او الكناين بروتكتد ايه اوكلوجن. تمام، هنا زي ما احنا شايفين ده في الوركينج كونتاكتس في حالات الجروب فانكشن اوكلوجن، ده بيختلف بقى، القصه هنا بتختلف ان انا هنا بيبقى عندي الكونتاكت هنا بتاعت الايه، بتاعت الباكال كاسبس مع بعض هنا يمين وشمال زي ما احنا شايفين، بيبقى بيعملوا لي سام صوره بالانس هنا برضو، بس هنا عندي ضروري ان البالانس سايد هنا زي ما انتم شايفين يبقى فيه السبيس ده، ما يبقاش هنا فيه اي كونتاكت هنا لا مع الانتيريو تيس ولا مع الايه البالانسنج سايد بوستيريو تيس الناحيه الثانيه. لو هنا حصل كونتاكت في حاله الناتشرال تيس او في حاله ان انا حاطط امبلانت، هيعرض الامبلانت هنا لود عالي جدا جدا، فضروري ان انا ما يبقاش فيه بالانسد كونتاكت هنا بالمنظر ده، امبلانت عادي ما تتاذيش. طيب هنيجي على كونسبت بقى تاني اللي هو الامبلانت بروتكتد اوكلوجن او وات وي كول الانسايزر جايدنس. هنا الانتيريو تيس ديس اوكلود البوستيريور ديورينج اول اكسنتريك بوزيشنز، البوستيريور كونتاكت اونلي انسنتريك. تمام، ودي من مزاياها ان بتعمل لنا بروبر فورس ديستريبيوشن. مهم جدا ان احنا نقلل الواتس اوف اوكلوزال تيبل كومبيرد وذ ناتشرال تيس، يعني ما نعملش نفس الواتس الباكولينجوال واتس بتاع الناتشرال تيس، هنقلله شويه. بنقلل الفورس هنا مع على الامبلانت وكريستال بول لو انا عندي اوفر دنشر، بتقل برضو الفورس ماجنيفيكيشن في الكونسبت ده من الاوكلوجن. تمام، ده الكونسبت الثالث اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه اللي هو جروب فانكشن اوكلوجن او اليونيلاترال بالانس اللي اتكلمنا عليه في الصوره هنا، وده قلنا ده بيبقى مطلوب ان يبقى عندنا سيميوليتنس اوكلوزال كونتاكت انسنتريك. تمام، وده قلنا دي قاعده موجوده في كل الاوكلوزال كونسبتس ان انا لازم يبقى عندي سيميوليتنس اوكلوزال كونتاكت ان ايه انسنتريك. عندي هنا جروب فانكشن كونتاكت اون وركينج سايد زي ما احنا شايفين هنا اهو، في عندي جروب يعني ايه، يعني كل الاسنان البوستيريور كلها بتلمس بعض بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، فبيحصل بروبر ديستريبيوشن للفورسز على اكتر من نقطه. تمام، وده ميزه او الناس اللي عملوا الكونسبت ده او المدرسه اللي شغاله بالكونسبت ده بتحبزه عشان خاطر ان انا اللود عندي بيتوزع على كذا نقطه، فبيحصل جود فورس ديستريبيوشن في القصه دي. بيبقى فيه نو انترفيرنس اون بالانسنج سايد زي ما احنا شايفين هنا، ما فيش انترفيرنس في البالانسنج سايد خالص، وبنسيف السنتريك هولدنج كاسب فروم وير برضو نتيجه ان احنا بنمنع السنان من الاحتكاك ببعض ديورينج اللاترال موف. طيب نيجي بقى على قصه مهمه جدا جدا يا جماعه، اتمنى برضو ان انتم ما تكونوش نمتوا والفطار تقل عليكم. محتاجين كورس لطلبه الماجستير؟ حاضر، ربنا يسهل، احنا انا موجود معاكم ان شاء الله طول ما في العمر بقيه، ان شاء الله كل طلباتكم انا تحت امركم يعني باذن الله تعالى. عايز كورس تركزوا في الحته دي اللي نعم مهمه جدا للناس اللي بتشتغل املت او الناس اللي عايزه تفهم اوكلوجن بوجن عام، بتشتغل اي نوع من انواع التركيبات حتى لو بتعمل حشو كومبوزيت. مهم جدا يا جماعه ان احنا نبقى فاهمين اوكلوجن، شغل الاوكلوجن مهم جدا، سواء بعمل حشو كومبوزيت، بعمل امالجم، بعمل كراون، بعمل بريدج، مفيش حاجه اسمها احنا هنحط السنان كده والسنان هتطبع وان احنا نسيب السن عاليه شويه يحصل لها انتروجن مع الوقت بقى. الكلام ده يعني ده لو يعني لا لا يعني احنا بنعتبره في مجالنا جريمه بحق المريض، فارجوكوا يعني حاولوا تفهموا الاوكلوجن كويس وهتلاقوا الدنيا ان شاء الله سهله وبسيطه معاكم في الشغل، الدنيا مش صعبه،
هي ممكن تكون اتشرحت لكم بشكل صعب بشكل كرهكم فيها، انما ان شاء الله باذن الله اللي مش فاهم اي حاجه عندكم الكونتاكت بتاعتي على الفيسبوك، خش واسال في اي وقت، انا ببقى مبسوط جدا، دي حسنات ربنا بيسوقها لي ما بتضايقش يعني. طيب نخش بقى على الاوكلوزال كونسبتس او الاوكلوزال سكيمز فور امبلانت اسيستد اوفر دنشر، ودي هنلاقيها يعني قريبه من اللي احنا كنا بنستخدمها مع كومبليت دنشر شويه، وبس احنا هنا بنهتم اكتر بالكونسبتس اللي هي اللي بتقلل اللاترال لود او اللي بتقلل اللود ديورنج اللاترال موفمنت بتاعت الايه بتاعت الجوز عندنا. فهنبدا باول واشهر كونسبت فيهم اللي هو اللينجوالايزد كونسبت في اوكلوجن، وده بنسميه اسم تاني بلدي كده اللي هو المورتر اند بيستل اوكلوجن. يعني انا عندي في ايد هون اهي ونازله على ايه على في قلب على فلات سيرفيس زي ما بينزل الهون يطحن الايه الاكل. طبعا انتوا متخيلين يعني ايه هون، يعني قوه المضغ او الطحن بتاعته عاليه جدا، بس بنقدر نحركه حركه فري. يعني انت الهون لما بتنزله ايد الهون لما بتنزلها كده بالمنظر ده في 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 في, في العلبه بتاعت الهون بتاعته بتقدر ان انت تحركه بشكل فري. تمام، طيب هي دي نفس الفكره بالظبط بتاعت الكونسبت بتاعه. طب خلينا نشوف ايه هي الحاجات المطلوبه مننا في الكونسبت ده نحققها عشان نحصل على المزايا بتاعته. اول حاجه عندنا بنستخدم upper anatomical teeth set on compensatory curve. نشوف الصوره، ادي عندنا upper anatomical teeth بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، نستخدم upper anatomical teeth تستخدم على compensatory curve اهو على curve of ايه of Wilson. تمام، طيب جميل. تاني حاجه يا دكتور محمود، lower semi anatomical teeth. فين السيمي اناتوميكال تيس اللور؟ اهي في سيمي اناتوميكال تيس اهي، الكاسب انجل بتاعها ممكن يبقى 15 درجه ما يزيدش عن كده. تمام اهو بالمنظر ده. تمام، طب ليه احنا استخدمنا سيمي اناتوميكال تيس؟ عشان لما الكاسب ده يتحرك يمين وشمال الكاسب الابر باك الكاسب ده ما يخبطش في الكاسبات دي خالص، فما يحصلش انترلوكينج للايه للاوكلوجن. انا عايز كاسب واحد بس هو اللي نازل عامل زي ايد الهون بيطحن الاكل عندنا، والاوكلوزال تيبل بتاعه المانديبولر تيس تحت عباره عن ايه؟ عن حته ارض بيتحرك فيها ايد الهون دي بتتحرك فيها تطحن الاكل بحريه شديده بدون اي انترلوكينج. عندي لوور سيمي اناتوميكال تيس. طيب عندنا فلاتنينج اوف لوور سنترال فوسا اند مارجنال ريدج، بنيجي على اللوور سنترال فوسا هنا والمارجنال ريدج بنعمل لها فلاتنينج عشان برضو ما يحصلش لوكينج للايه للأبر بالاتال كاسب، برضو نفس الكلام. طيب جميل، يبقى احنا كده اتكلمنا على ثلاث حاجات هم مهمين. Only upper بالاتال كاسب، الحته دي مهمه بقى، الأبر بالاتال كاسب articulate with the mandibular central fossa. يعني انا عندي اللي بيلمس سواء كان في السنتريك او في الاكسنتريك، اللي بيلمس ايه الأبر بالاتال كاسب هو اللي بيلمس المانديبولر سنترال fossa. تمام، وبنعمل باكال انكلينيشن للماكسيلاري تيس. ازاي؟ اهو عملنا باكال انكلينيشن للماكسيلاري تيس، عدلناها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده بحيث ان برضو نبعد الباكال كاسب ده تماما عن الايه عن اللور مانديبولر تيس. طيب ايه تاني؟ ان وركينج اند بالانسينج سايد في السنتريك اند اكسنتريك بوزيشن. يبقى احنا عندنا العلاقه دي موجوده فين؟ موجوده في كل الاوضاع بلا استثناء، في السنتريك او في الاكسنتريك. الاكسنتريك طبعا اللي هو البروتروزيف والايه واللاترال working and balancing a movement. تمام، طيب في البروتروزيف كونتاكت بقى اهو، بروتروزيف كونتاكت with maxillary palatal cusp only. يعني برضو لما باجي اعمل بروتروزيف موفمنت بيبقى maxillary palatal cusp بس هي اللي بتلمس برضو مع الايه مع السنترال فوس تحت. بيبقى عندي هنا freedom of upper buccal cusp in all working and balancing side، واحيانا بنعمل له reduction from 1 ل 2 مليمتر. طبعا الكلام ده محتاج فني شاطر عشان يظبطه. اهو الابر باكل كاسب بالمنظر ده بنعمل له ريدكشن. تمام، عشان يبقى في فريدم او في مسافه هنا من 1 ل 2 ملم تمنع ان الباكل كاسب ده يشارك في الاوكلوجن باي حال من الاحوال. طبعا هنا انتم شايفين ده اللي هو السفيريكال كونسبت او اللي هو الكونسبت اللي هو العادي اللي احنا كنا بنشتغل بيه في الكليه. تمام، ده بيبقى الوضع بتاعه، فبيدي شايفين كان سنين تروس معشقين في بعض. فطبعا ده بيديني اي نعم اساتكس وبيديني فانكشن حلوه جدا كمستيكيشن، بس بيديني هاي لاترال لود كان بيحرك لي كومبليت دنشر بتاعي ينقله من مكان للتاني، خصوصا اللور بيبقى مظلوم قوي نتيجه ان الفاونديشن بتاعته قليله. برضو نفس الكلام لو انا استخدمت الكونسبت ده
مع الامبلانت بدون مراعاه ان انا اعمل فيه بالانس حلو هيعمل لي سيفير لاترال لود على الامبلانت بتاعتي لو هي موجوده تحت البروسيس. يبقى احنا هنا شفنا قواعد اللينجوالايزد كونسبت اوف اوكلوجن بسرعه. تمام، عندنا ابر اناتوميكال تيس على كومبنساتوري كيرف، لوور سيمي اناتوميكال تيس، نعمل فلاتنج للسنتر فوسا والمارجنال ريدج، بنعمل بيبقى عندنا في كل سواء كان السنتريك او الاكسنتريك موفمنتس بيبقى عندنا الابر بالاتال كاسب بيارتيكوليت مع السنترال فوسا في كاسب واحد في كل الموفمنتس. تمام، وبنعمل فريدم للابر باكال كاسب ما يلمسش في اي باي حال من الاحوال الايه المانديبولار تيس. ده ببساطه شديده جدا القصه. طيب ايه الانديكيشنز بتاعته او بنستخدم اللي هو اللينجوالايزد كونسبت اوف اوكلوجن ده بنستخدمه في حالات ايه؟ حالات الفلات ريدج زي ما احنا كنا بنشوف بنقول دايما في حاله الكومبليت دنشر. تمام، كنا بنستخدم الكلام ده لو انا عندي ابيوزد ريدج كونديشن باجن عام، سواء بقى عندي فلات ريدج او عندي وايري ريدج سين وايري ريدج او فلابي ريدج. يبقى انا هنا في الحاله دي الريدج عندي مش هيبقى كويس للتحميل، يبقى انا في الحاله دي مش عايز ازود بقى الطين بله واعمل لوكينج للاوكلوجن وازود اللاترال لود على الايه على الدنشر فاونديشن وعلى الامبلانت اللي موجود. يبقى انا هنا في الحاله دي هعمل ايه؟ عايز اقلل لان ما عنديش هنا ريدج يساعد. تمام، فلازم ان انا اقلل اللاترال لود قدر الامكان. طيب في برضو حالات المال ارش ريليشن شيب زي ما احنا قلنا، حالات اللي هي سكيليتال كلاس 2 وسكيليتال كلاس 3، انجل كلاس 2 كلاس 3، وحالات الامبلانت اوفر دينشر برضو زي ما احنا قلنا، دي من الحاجات المهمه اللي بنستخدم فيها التكنيك ده عشان نقلل اللاترال لود اللي بيقع اللي واقع على الامبلانت. والحالات لما يبقى المريض عندي عنده بارا فانكشنال هابتس مهم برضو ان انا استخدم الكونسبت ده في الحالات دي. طيب عايزين نشوف بقى ايه الادفانتجز، ايه المزايا عندنا اللي موجوده بتاعه التكنيك ده. بيجين هنا بص الادفانتج عندنا المستين بتاعه الاناتوميكال والنون اناتوميكال تيس، لان انا بستخدم اناتوميكال تيس فوق وبستخدم نون اناتوميكال تيس او قصدي سيمي اناتوميكال تيس تحت. فانا هنا عندي ميزه الاناتوميكال تيس ان ليها ايساتكس كويسه وان ليها فانكشن او ماستيكاتوري فورسز عاليه. تمام، و او ماستيكاتوري افشنسي كويسه. وعندي كمان ميزه النون اناتوميكال تيس استفدت منها انها تديني فريدم للايه للموفمنت وزود اني لاترال ستريس. طيب بيزود برضو بيبقى عندنا هاي بالانس ان لاترال موفمنت اند لو هوريزونتال فورسز، بيدايركت الفورسز بريبنديكولار على الامبلانت والريج كراست الاثنين، وفي نفس الوقت كمان بيقلل الدنشر موفمنت ديورينج الفانكشن، فبيزود لي الدنشر فيتنس او الدنشر ستابيليتي during الايه during الفانكشن. ودي بتبقى قصه مهمه جدا خصوصا حالات الكومبليت دنشر اللي هي الايه العاديه بتاعتي. طيب ايه الديس ادفانتجز بتاعت اللينجوالايزد كونسبت اوف اوكلوجن؟ ان برضو وجود سيمي اناتوميكال تيس تحت بيديني برضو مشكله في الاساتكس شويه. تمام، الى حد ما. وكمان وجود برضو سيمي اناتوميكال تيس من عيوبها ان بيبقى ليها لو ماستوكاتري افشنسي مقارنه بالايه بان انا استخدم فول اناتوميكال تيس فوق وتحت. تمام، اتمنى ان يكون قدرت ان انا اوجز لكم القصه دي بسرعه. طيب السفيريكال كونسبت اوف اوكلوجن بقى. تمام، السفيريكال كونسبت ده عشان ما دماغكم ما تدخش وتلف، هو اللي انتوا كنتوا بترصوا بيه في الكليه بالظبط، اللي هو وات وي كول اللي هو اللي كنا بنسميه جناسولوجيكال كونسبت اوف اوكلوجن. وده بيخضع للايه للانتيريو بوستيريور كيرفيتشر اللي هي 3 دي كيرفيتشرز عندنا اللي هي كومبنساتوري كيرفز. تمام، اللي هو الكيرف اوف سبي والكيرف اوف ويلسون ومونسون سفير والكلام ده كله كنا احنا بنرص على الايه الكيرفات دي كلها. فهنا بنستخدم ممكن نستخدم فيه اناتوميكال او سيمي اناتوميكال تيس عادي مفيش مشكله. بنعمل ارينجنج للسنان عندنا ان بوينت سنتريك، بيبقى عندنا بنعمل فيرتيكال اوفرلاب يعني الابر تيس بتغطي اللور تيس بشكل بس مش بشكل كبير، بشكل بسيط جاست فور اساتكس عشان نزود الشكل ده بيبقى ايثيتيكالي للعيان افضل بكتير. التيس هنا بوستيريور تيس هنا عندنا او السنان واجن عام بنعمل لها سيتنج على الكومبنساتوري كيرف اللي هو زي ما احنا قلنا المونسون والسبي والويلسون كيرفز. تمام، وقاعده مهمه جدا عندنا في اي كونسبت بنبقى عندنا بايلاترال سيميليتنس اوكلوزال كونتاكت ان ايه ان سنتريك. هنا بقى عندنا كمان مهم يبقى عندنا في الايه في الاكسنتريك، وده الفرق بقى اللي احنا بنقوله ما بين الاوكلوزال كونسبت بتاعت المتحرك وبتاعه الايه وبتاعه الثابت، لان ده يعتبر بالانسد كونسبت اوف اوكلوجن. يعني ايه بالانسد كونسبت؟ يعني انا وانس ان انا عندي كونتاكت في الوركينج سايد لازم يبقى عندي كونتاكتس في الايه في البالانسنج سايد، عندي كونتاكت ايدج تو ايدج في البروتروزيف موفمنت لازم يبقى عندي اتليست تو بوينت اوف كونتاكتس موجودين ورا عشان
يعملوا بالانسنج للدنشور بتاعي ديورينج البروتوزيف موفمنت. اتمنى ان القصه انتوا شايفين قصه كوجن سهله وبسيطه ازاي، ما هياش صعبه زي ما انتم متخيلين، وقصه سهله وبسيطه جدا، مجرد ما تفهمها تقدر تشتغل اي حاجه انت عايزها في طب اسنان. طيب نشوف الادفانتجز بتاعته ايه. بيعمل لنا بروبر ديستريبيوشن فلود، لان انا وانس ان انا حصلت على بالانسد كونتاكتس يبقى انا قدرت ان انا احمل اللود بتاعي على الوركينج سايد والبالانسنج سايد، فحملت اللود بتاعي على الايه، على الارش ككل. ده من وجهه نظر المدرسه بتاعت العلماء اللي بيشتغلوا بالسفيريكال كونسبت فوكوجن. انا بشرح لكم كل المدارس اللي ممكن نعملها على الشغل بتاع الايمبلانت. ليها هاي ماستيكاتوري افشنسي، قوه المضغ ما شاء الله بتاعتها كويسه، اناتوميكال كيس فوق وتحت، ما عندناش مشكله في قصه الماستيكيشن. بيبقى ليه بيقلل التروما للسوفت اند هارد تيشو، بس بشرط ان يبقى البالانس معمول صح. يعني ايه البالانس معمول صح؟ يعني يبقى فيه فريدم للموفمنت في الايه، في الاكسنتريك موفمنت، يبقى عندي فيه فريدم للموفمنت. يعني انا اي نعم صحيح عندي اناتوميكال تيس، لكن برضو في فريدم، مفيش تكتيفه في الاوكلوجن، لان كل السنان مرصوصه على كيرفز، فبيبقى في سلايدنج موفمنت فروم السنتريك تو اني اذر اكسنتريك بوزيشن. طيب بيزود لنا الدنشور ستابيليتي برضو نتيجه البالانس اللي موجود، وبيبقى مور بيشنت كومفورت ومور اساتكس، نتيجه ان انا عندي ما شاء الله كل السنان اناتوميكال وكثباتها حلوه، فبقدر ارسم بيها شكل السنان بشكل كويس في الرصه بتاعتها. هنا زي ما احنا شايفين ده هو الايه السفيريكال كونسبت اللي احنا كنا عاملينه، شايفين ده بيبقى عندنا لو انا عامل الحاله بتاعتي كده بالمنظر ده، بيبقى عندي الفانكشنال كاسب اللور باكل والايه والابر بالاتال. لو انا عامل كروس بايت القصه بتعكس، بيبقى عندي الفانكشنال كاسب الابر باكل واللور لينجوال. هنا ده هو في ده الوضع عندنا في حاله السنتريك اوكلوجن اهو بالمنظر ده اهو، او هنا بقى في الكومبليت دينشر هنسميها في حاله السنتريك ريليشن بالمنظر ده، تمام. وهنا عندنا الوضع اهو في حاله ده الوركينج سايد كونتاكتس اهو، زي ما انتم شايفين، شايفين هنا الكونتاكتس، هنا كم كونتاكت بوينت موجوده في الوركينج سايد، ودي بتديني بروبر ديستريبيوشن لللود بشكل كبير جدا على كل المنطقه دي بالكامل. وهنا كمان عندي ادي البالانسنج سايد كونتاكت اهي، برضو شايفين ادي 1 2 3 4 5 5 نقط اهي في كونتاكت موجوده في البالانسنج سايد، بكمان بتوزع لي اللود على البالانسنج سايد اللي هو المينلي بيبقى موجود في الوركينج سايد هنا ديورنج الايه، ديورنج الشيوينج، البوليس اوف فود بتبقى موجوده هنا في الوركينج سايد هنا، وهنا البالانسنج سايد ده اللي بيديني التوازن من الناحيه الثانيه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. طيب نيجي نشوف الصوره دي بقى، ده البروتوزيف بالانس اللي احنا بنقول عليه، ان انا وانس ان السنان عندي هنا ايدج تو ايدج بوزيشن بالمنظر ده، مش زي كريستنسن فينومينم بقى في الناتشرال تيس. المفروض لو ناتشرال تيس يبقى المسافه دي في هنا مثلث، ما يبقاش فيه لمس خالص، لا عندنا بقى في الكومبليت دينشر او في الاوفر دينشر بيبقى فيه كونتاكت لازم هنا بالمنظر ده كده، تمام، عشان خاطر ايه، لا الطقم اللي فوق ده يقلب وينزل لتحت، ولا اللي تحت ده يقلب ويطلع لايه لفوق، فبنحتاج نعمل اتليست 2 بوينت، واحده هنا وواحده الناحيه الثانيه. لكن لو قدرت تعمل زي هنا كده 1 2 3 4 5 يبقى انت راجل بطل. لو قدرت تعمل ايه او 2 هنا و2 هنا برضو تبقى كويس جدا، مش محتاج مش محتاج اكتر من كده. طيب ايه الديس ادفانتجز بقى بتاعت السفيريكال كونسبت اوف اوكلوجن ده، اللي هو ريزيلينسي اوف سوفت تيشو كومبليكيت ذا بالانس. انا عندي النهارده عشان احصل على بالانس، تمام، والطقم بتاعي محطوط على سوفت تيشو، فالطقم بيتحرك، ما هو مش محطوط على قاعده ثابته، الميكوزا دي حاجه ريزيلينت، تمام. فده ده دايما العلماء اللي هم اللي بيحبوا النون بالانس الكونسبت بتاعت الاوكلوجن دايما ايه يقولوا الكلمه دي، يقول لك انت بتعمل بالانس وبتعمل توازن رهيب جدا على قواعد ايه غير ثابته. لكن طبعا في حاله الاوفر دينشر انت حاطط امبلانت تحت الطقم مثبته الطقم، فعشان كده البالانس هنا بايه بيبقى مهم وبيفضل، تمام. فده الفرق ما بين الاوفر دينشر وما بين الايه الكومبليت دينشر في حته الايه البالانس. انا هنا عندي في ستيبل بيزز تحت الطقم مثبته، عامله لونجيفيتي اوف سبورت، ومثبته وضع الطقم مع الاوبوزنج اوكلوجن اللي فوق، فانا هنا خلاص ما عادش عندي مشكله ان انا عندي ريزيليانت ميوكوزا بتضيع لي البالانس، تمام. طيب بيحتاج سيفرال ريكوردز زي ما احنا قلنا، البالانسد اوكلوجن بوجه عام اللي احنا قلناه الاربعه، والاناتوميكال تيس بطبيعه الحال زي ما احنا قلنا، وده من عيوبها انها بترانسميت هاي فورسز للبون، فهتعمل لنا ريزوربشن للبون عندنا. وطبعا يعني انا ما بفضلش السفيريكال كونسبت يتعمل على الامبلانت بصراحه، بس في مدارس بتشتغل بيه على الامبلانت، مش مدرستي انا للشغل، انا بحب اشتغل لينجوالايزد كونسبت بصراحه، من الكونسبتس الجميله جدا في حالات الاوفر دينشر
لو انت هتشتغل على امبلانت بتريح الامبلانت من اللود بشكل كبير جدا، خصوصا اللاترال لود اللي احنا بنخاف منه. طيب عندنا بعد كده زياده بيزود الوير بتاع السنان الاكريل نتيجه ان انا عندي الكثبات مع الشقف بعضيها، محاوله الحركه اللاترال دي بيحصل وير للكثبات بتاعه السنان الاكريل، فمع الوقت يبدا يفقد السنان، تفقد الاوكلوزال اناتومي وتفقد الاوكلوزال اكيوسي اللي احنا كنا عاملينها في الاول، ودي من العيوب برضو الكبيره بتاعه الكونسبت ده. نيجي على اخر كونسبت بقى بنستخدمه اللي هو نان اناتوميكال تيس، تمام، سنان نان اناتوميكال فلات خالص، تمام، بالانسد بتترص على في على هيئه كيرفات، او هنا بنسميها نان اناتوميكال تيس بالانسد كونسبت اوف اوكلوجن، ان احنا هنا بنعمل البالانسد كونسبت اوف اوكلوجن بس على باستخدام الايه النان اناتوميكال تيس. طيب وده عباره عن احنا بنعمل حاجه زي السفيريكال كونسبت اوف اوكلوجن اللي احنا قلناه اللي فات ده بنعمله، بس هنا بدل ما بيبقى فيه اناتوميكال تيس لا بنعملها ايه فلات تيس تماما، بحيث ان احنا نضيع بقى العيوب دي، العيوب اللي كانت موجوده دي انها بيعمل وير، هنا مش هيحصل وير لان انا اوريدي ما عنديش كثبات، فانا خلاص منتين الفيرتيكال دايمنشن بتاعي ومنتين الايه الريليشن بتاعتي مفيش مشكله، هيقلل برضو الايه اللود اللي هو اللاترال لود هيقلله بشكل كبير، لان انا وانس ان انا عندي فلات تيس وفلات تيس بتتحرك مع بعض مفيش حاجه مكتفه الاوكلوجن عندي، خلاص الدنيا بقت تمام. فهنا بيبقى عندي هنا زي ما انتم شايفين مونو بلين تيس سيت اون كومبنساتوري كيرفز، تمام، بالانسد اوكلوزال كونتاكت ان لاترال اند بوتوز بوزيشن، وبيحل لي البروبلم بتاعت الكريستنسن افكت، تمام، على المونو بلين اوكلوجن. لما انا بيبقى عندي المونو بلين بستخدم حاجه اسمها مونو بلين اوكلوزال سكيم، يعني برص السنان ستريت ما برصهاش على كيرفز، تمام، ويجي يعني عض ايدج تو ايدج بيبقى فيه ايه مسافه ورا اللي هي مسافه الكريستنسن اللي احنا قلنا عليه. طبعا ما كناش بنعرف نستخدم ده مع الكومبليت دينشر، والعلماء كانوا بيشترطوا في النون بالانسد كونسبت ده ان يقول لك لو انت هتعمل مونو بلين اوكلوزال سكيم بفلات تيس لازم تعود العيان ان هو يشيو في السنتريك، يعني ايه يفتح ويقفل بقه كده وهو بيشيو في السنتريك، ما ممنوع ان هو يشيو وركينج ويبقى فيه بالانسنج لان الطقم هيقع منه، تمام. فده طبعا مش سهل ان انا اقدر ادرب العيان على القصه دي، تمام. القصه الثانيه كمان مش هينفع يعض ايدج تو ايدج، ممنوع ان هو يقطع ايدج تو ايدج. طب لو عيان حب يقطع لقمه عيش حضرتك يعمل ايه؟ قال لك يقطعها على السنان البوستيريور. طب ما هي برده نفس القصه، ما السنان البوستيريور برده مشكله، ده انا بقى يعني انا فانا هنا محتاج عيان يكون عنده نيورو ماسكولار اكوموديشن عالي جدا عشان اقدر ادربه على حاجه زي كده. طب فطبعا مش عملي برده في الكومبليت دنشر القصه دي. فهنا لما انا ببقى ارص بقى السنان دي على كيرفز برضو نفس الكلام، لما العيان بيجي يعض اتش تو اتش بيبقى عندي برضو عشان في كيرف معمول ورا، فالطقم اللي فوق بيلمس الايه الكيرف اللي طالع بتاع الطقم اللي تحت ويبدا ان هو يديني ايه البروتروزيف بالانس بتاعي. طبعا بنقدر عشان نشتغل التكنيك ده بنعمل نوع معين من الجيو ريليشن اللي هو الفانكشنال جيو ريليشن اللي بنسميها شيو ان تكنيك، وده بنجيب زي ريكورد بلوك كده من الكومباوند وبنبقى حاطين عليها بلاستر اند ماميس ميكس معين كده بيبقى معمول، والعيان بيبدا يحرك الحركات بتاعته كلها بحيث ان هو بيرسم لي كومبنساتوري كيرفز كلها، بيرسمها لي على الايه على الاوكلوزال ريم بشكل كويس. طبعا الكلام ده ممكن يبقى ادفانسد شويه، انا اسف يعني على الطلبه، بس انا معايا ناس ماجستير برضو فايه لازم اقول كلمتين كده حلوين عشان ابقى بخاطرهم يعني، تمام. طيب في عندنا ممكن بنعمل البالانس البوستيريو ده بان احنا بنعمل ايه تيلتنج السكند مولرز من ورا، ان احنا بنرص مونو بلين السنان بنرصها على ستريت لاين مش على كيرفز، وبنيجي على اللي هو 7 من ورا اللي هو المانديبولر 7 من ورا اللي هو 7، وبنبدا ان احنا نعمل له بنعمل له ميزيال انكلينيشن، وبنبدا نعمل له ايه لينجوال انكلينيشن بحيث ان هو يدينا الميزيال انكلينيشن اللي انا عملتها دي هتديني ايه بروتروزيف بالانس، لان الديستال سيرفيس بتوع ال7 من ورا هيقابلوا السنان اللي فوق وهيديني ايه بالانس معاهم فوق. طيب نيجي بقى لحته اللينجوال بقى ان انا اعمل له تيلتنج لينجوال كده، فانا هنا في الحاله دي بدي ايه بدي لاترال بالانس عشان لما العيان يعض على الوركينج سايد الناحيه الثانيه يبقى الايه الباكال سيرفيس بتاع المانديبولر لوور 7 ده يدي هو البالانس الناحيه الثانيه. معلش هو كلام اكاديمي شويه، انا حاولت ان انا اوجزه لكم شويه عشان بس يبقى ايه ممكن نقدر نعمل القصه دي باستخدام بالانسنج رامب بقى مش بال7، ان انا بعمل بحط حته اكريل طالعه كده ورا ال7 عند الحته بتاعه الريتومولر باد اريا دي بحيث ان الاكريل ورا هو اللي يدي البالانس ده ورا
تمام، ده ببساطه شديده. في عندي كونسبت تاني ان انا بحط السنان، برص السنان على عكس الكيرف اللي احنا بنرص عليه، بنسميه انتي مونسون كيرف، برص السنان على عكس الكيرف تماما. وفي الحاله دي بيبقى هنا بزود الاستابيليتي بتاعت المانديبولر اوفر دينشر بشكل كبير. طيب احنا خلاص قربنا نخلص، انا عارف ان انا طولت عليكم، بس هي محاضره دسمه ومهمه وهتسايف، واللي طبعا حابب يسمعها تاني او حابب يسال اي حاجه احنا موجودين مع بعض ان شاء الله. الفاكتورز بقى افكتنج السيلكشن، احنا عرفنا دلوقتي كذا اوكلوزال سكيم موجود قدامنا، ايه هي بقى الفاكتورز اللي هتافكت السيلكشن بتاع الاوكلوزال سكيم بتاعي، يعني امتى اختار ده؟ طبعا احنا حددنا حاجات خاصه بالفيكسد وحددنا حاجات خاصه بالايه بالريموفبل اوفر دنشر. طيب عندنا الامبلانت بوزيشن، دي نقطه مهمه جدا تاثر على الاوكلوزال سكيم. التايب بروسيزز، هل انا بعملها فيكسد ولا بعملها ريموفبل؟ كونديشن اوف اوبوزنج ارش، مهم جدا 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 عندي، حالته ايه؟ هل هو دينشرس؟ عندي ناتشرال تيس بيبقى ليها هاي ماجنيتيود اوف فورس، عندي بورسلين بريدج او عندي زيركونيا بريدج برضو سيفير ماجنيتيود اوف فورس، تمام؟ فدي كلها حاجات مهمه جدا، لازم ابقى عامل حسابي ان انا يبقى الاوبوزنج ارش بتاعي هيبقى عندي هاي ماجنيتيود اوف فورس، فهنا في الحاله ما زودتش التيم بلا بقى واعمل ماجنيفيكيشن ان انا اعمل لوكينج للاوكلوجن مع بعضه، لازم اعمل فريدم للاوكلوجن ما بين فوق وتحت، يبقى انا هنا برضو هتاثر على اختيار الاوكلوزال سكيم. برضو نفس الكلام لو انا هستخدم كانتيليفر، انا هنا حطيت ريسك، يبقى انا هنا ما ينفعش استخدم اوكلوزال سكيم يزود لي التيم بلا، برضو نفس الكلام. حاله الجو كونديشن ذات نفسه، هل انا عندي هنا الجو كونديشن وحاله الفك ذات نفسه والارش كونفيجوريشن بتاعي هل كويسه ولا ضعيفه، فلازم ان انا اعمل لها فيفورنج بان انا استخدم اوكلوزال سكيم ملوش اي لاترال لود على الامبلانت بتاعي وعلى البروسيز. جو ريليشن شيب مهمه جدا، هل عندنا علاقه الفكين ببعض، هل العلاقه عندي كلاس 1 مظبوطه ولا كلاس 2 وكلاس 3؟ هنا في الحاله دي لازم هنفيفور الويك ارش زي ما احنا قلنا. لازم الاساتكس يا جماعه، لازم الاساتكس ما تحاولش ان انت تبالغ قوي في قصه البايوميكانكس وتضحي بالاساتكس، بنقولها للمره المليون. والاوكلوزال فورسز مهم جدا، نبقى فاهمين الاوكلوزال فورسز دي زي ما احنا شايفين قلنا قبل كده، في ماجنيتيود، في قوه نازله، لازم ابقى عارف القوه دي مقدارها قد ايه، والسنان اللي منزله القوه دي نوعها ايه، تمام؟ دي من الحاجات المهمه جدا في التحليل وفي الدايجنوزز، تمام؟ الدايركشن بتاع الفورسز مهم جدا، ان انا ابقى عارف الدايركشن ده هينزل منين، الفورسز هتنزل فين، وده مهم جدا في قصه البلاننج، ان انا اعمل بلاننج للامبلانت بوزيشننج، لازم ابقى عارف الفورسز هتنزل على الامبلانت ازاي، مش بحط الامبلانت في اي مكان في عرض، ما تعملش زي جوه ضاعت منه الفلوس في شارع فلا الشارع ضلمه فراح يدور على الفلوس في شارع في نور، لا احنا ما بنشتغلش كده، احنا بنشتغل ازاي؟ احنا بنشتغل خلاص وانس ان انا عايز احط الامبلانت في دايركشن حلو عشان يعني ربنا يطول في عمرها، ما احنا بناخد بالاسباب، فانا هنا ممكن احتاج اعمل جرافتنج، ايه المشكله ان انا اعمل جرافتنج عشان احط الامبلانت في مكان كويس، مش شرط ان انا احطه في المكان اللي فيه عظم وارجع بعد كده اقول ده التركيبه فليرت مني او التركيبه فليرت الامبلانت بتاعي، فمهم جدا ان احنا نحط الحاجات دي في الحسبان. طيب الايديال اوكلوزال ديزاين، تمام، عايزين نتكلم عنه برضو بسرعه عشان ما اطولش عليكم. بنقلل الكاسبال انكلينيشن، نون اناتوميكال تيز بنجنريت ليس فورسز عن السيمي اناتوميكال، والسيمي اناتوميكال طبعا بطبيعه الحال بتبقى اقل من الاناتوميكال تيز في الفورسز. عندنا شالو اوكلوزال اناتومي، ده مهم عشان خاطر ما يعملش لوكينج للاوكلوجن، تمام. بنعمل وايد جروفز اند فوسه برضو بحيث انها تزود الشيوينج افشنسي. بنقلل الاوكلوزال تيبل ان لينس اند واتس، ودي قاعده بنكررها كتير لانها مهمه جدا وما تسرحش، وتعمل السنان الارتفيشال زي الناتشرال، لان خلي بالك انت عندك الامبلانت ليها دايمتر، حتى لو انت هتعمل عليها كراون واحد خلي بالك ان كل جزء من الكراون بتاعك خارج بره الاوت لاين بتاع الدايمتر ده يعتبر الكانتيليفر، الجزء الميزيال وديستال يعتبر ميزيال وديستال كانتيليفر، الجزء الباكل واللينجوال يعتبر باكل اند لينجوال كانتيليفر، فخلي بالك شطارتك انك تختار امبلانت دايمتر بتاعها كبير وتعمل الكراون يا دوب على قد الدايمتر بتاع الامبلانت، ما تزودوش عن كده، ده انت كده تبقى خدمت البايو ميكانكس باكبر شكل ممكن. طيب الماتيريالز اوف اوكلوجن بقى، السنان بتاعتنا طبعا في كلام موجود في الكتب ومش ابليكابل بالنسبه لنا، يعني ما عادش حد فينا بيستخدم الجولد خصوصا في مصر، بس الجولد من المواد الريزيلينت جميله قوي واللي بتقلل اللود اللي نازله على الامبلانت بشكل كبير، فعشان كده تلاقيهم بعض السيستمز بيعملوا الاباتمنتس يعملوها، يحبوا يعملوها من الجولد، تمام، وده نتيجه انها بتدي ريزيلينسي شويه على الايه
على الفيكتشر بتاع الامبلانت، فتلاقي ان استحاله الاباطمنت اللي معموله من الجولد دي تكسر امبلانت ابدا يعني. تمام. في عندنا مثلا بورسلين تيس، في عندنا الاكريليك ريزن تيس. طب الفاكتورز اللي بتافكت بقى للتشوز او تشويس بتاع الماتيريال بتاعت السنان هنا ايه؟ اول حاجه نوع الاوبوزنج دنتيشن. النهارده انا عندي السنان البورسلين والسنان الزيركونيا بتبري السنان الناتشرال وبتبري السنان الاكريليك. طبعا عندي برضو السنان الناتشرال بتبري برضو السنان الاكريليك. فمهم جدا ان انت تحاول ان انت دايما تحط كل قصاد كل اوكلوجن قصاد كل تايب من الدنتيشن التايب الايه المماثل ليه، بحيث ان هو يبقى ليه نفس الايه التفنس، مفيش ماده منهم تعمل وير للماده الثانيه. طب انا دلوقتي فقدت الاسنان الناتشرال، بداوا بعد كده زي ما احنا هنشوف ان هم يطوروا في الخواص بتاعه الاكريليك تيس بحيث انها تستحمل الوير لو محطوطه قصادها سنان ناتشرال او سنان بورسلين، بحيث ان هم بداوا يعملوا بورسلين موديفايد اكريليك تيس، وبدا ان هم يعملوا كمان كروس لينكد اكريليك تيس بحيث انها تقدر انها تريزست الوير وتعيش فتره طويله جدا بدون ما الاوكلوزال اناتومي بتاعها يتاثر او يحصل له وير بشكل كبير. كمان الريمينينج دنتيشن في ريستور ده ارش ذات نفسه برضو مهم في اختيار نوع الاسنان. الديزاين بتاع البروسيسز اللي انت هتعمله، انا دلوقتي هعمل فيكسد ولا هعمل ريموفبل؟ عاده في ريموفبل بنستخدم الاكريليك تيس، لكن في الفيكسد احيانا البيشنت ممكن نحب نعمل له سنان زيركونيا او نحب نعمل له سنان بورسلين، بس خلي بالك ان دي هتنقل هاي ماجنيتيود فورس وبتبقى تقيله فعلا بالبلدي احنا بنقول السنان دي تقيله على الامبلانت، فتحاول ان انت في الحاله دي ان انت تزود عدد الامبلانت، تزود الدايامتر قدر الامكان بحيث ان انت نازل عندك هاي ماجنيتيود اوف فورس، فتحاول ان انت تواجهه بانك تزود الخواص بتاعه الامبلانت او تمبروف الخواص بتاعه الامبلانت عشان تريزست الايه القصه دي. طيب الجولد هنا زي ما احنا شايفين ده بيبقى ايديال لايك انامل، ده دونت ابريد تيس بس بيبقى ليه لو اساتكس طبعا نتيجه اللون الذهبي بتاعه. السنان البورسلين بيبقى ليها هاي اساتكس، ليها اكيوريت اوكلوزال اناتومي، بتابريد الناتشرال اند اكيوريت تيس زي ما احنا قلنا، بترانسميت هاي فورسز. عندنا ده اللي هو كروس لينكد ريزن الاي بي ان ريزن، ده بيبقى ليه هاي هاي اساتكس. تمام. بيبقى ليه ريزيستنس للابريجن ويوزد اجينست الايه الجولد او البورسلين او الناتشرال تيس. تمام. دي اخر سلايد معانا النهارده اللي هي التقسيمه كده عشان نشوف الامبلانت اوكلوجن. تمام. دي نصايح احنا بنديها، مهم جدا ان احنا نينكريز السبورت اريا، نيمبروف الفورس دايركشن، نريديوس الايه الفورس ماجنيفيكيشن. دي النصايح اللي احنا بنديها. الانكريز سبورت اريا ده مهم جدا، البون كواليتي والبون كوانتيتي هي دي المهمه جدا، وفي الدايجنوزز مهم جدا وانت بتختار البيشنت سيلكشن تبقى انت عندك جود بون كواليتي وجود بون كوانتيتي. الكواليتي ان احنا بنسمح او بندي اكستندد هيلينج تايم او تايم فور اوسيو انتجريشن، في مدارس كتير بتحب القصه دي عشان خاطر العظم يلحم في الامبلانت كويس فاللودز بعد كده ما تاثرش عليه بشكل كبير، والبروجريسيف لودنج نبعد عنه قدر الامكان. البون كوانتيتي تمام، وده مهم جدا ان احنا نقدر نتغلب عليه بان احنا نزود الامبلانت نمبر، نزود الامبلانت دايامتر، نزود الامبلانت لانس، ونزود السيرفيس اريا بتاعت الانترفيس بتاعت ما بين الامبلانت وما بين البون، الامبلانت بون انترفيس نحاول نزودها قدر الامكان، وده في اختيار البروبر بقى امبلانت سيلكشن مهم جدا في القصه دي. طيب بالنسبه للامبروفمنت بقى للفورس دايركشن، تمام، مهم جدا الاوكلوزال مورفولوجي بتاع السنان اللي احنا هنختارها. تمام. ان احنا زي ما احنا قلنا نعمل فلات سنترال فوسة عشان ما تعملش لوكينج للاوكلوجن. تمام. بنقلل الكازما الانكلينيشن زي ما احنا قلنا في بعض الكونسبت زي اللينجوالايزد كونسبت والمونو بلين كونسبت. تمام. وبنقلل الاوكلوزال تيبل في اللانس وفي الواتس، وبنخلي الفورسز نازله على الامبلانت اكسس قدر الامكان، ودي نقطه مهمه جدا في البلاننج. ومهم جدا ان احنا نعمل سنتر دي كونتاكت عشان خاطر تديني وتعمل دايركشن لللود على الامبلانت بشكل كويس. طيب نيجي لثالث نقطه بقى اللي هي ريديوس الفورس ماجنيفيكيشن. تمام. وده ان احنا نعمل
الاوكلوزال كونتاكت مهم جدا، البوزيشن والديستريبيوشن بتاعها ده مهم جدا ويبقى مدروس. التايب اوف بروسيسز نحاول دايما لو هنعمل كانتيليفر يبقى خاضع للقاعده، خصوصا لما بيجي نعمل الاتاتشمنت يبقى يجي خاضع للاي بي سبريد، ولو انا بعمل في الهايبريد بروسيس او في الفيكسد برضو تبقى خاضعه للقوانين بتاعتها. كروس بايت لازم ابقى عامل حسابي، لو انا هيبقى عندي كروس بايت اوكلوجن لازم ابقى عامل حسابي وانا بعمل بلاننج ان الامبلانت ان هنا مكان الفانكشنال كاسب اتغير، فالامبلانت هنا مكانها المفروض يتغير يبقى تحت الفانكشنال كاسب. تمام. قصه السبلينتنج مهمه جدا، عشان كده في مدرسه كبيره جدا عندنا بتحب البار اتاتشمنت. تمام. في شغل الاوفر دينشر نتيجه ان هو بيعمل سبلينتنج للامبلانتس وبيوزع اللودز عليها بشكل كويس. برضو بنقدر نعمل الكلام ده في حاله لو انا هعمل فيكسد ريستوريشن، برضو الفيكسد ريستوريشن بتعمل سبلينتنج للايه للامبلانتس مع بعض وبتوزع اللود عليهم بشكل كويس، خصوصا لو انا ناقل العلاقه دي صح باستخدام امبريشن تكنيك كويس. تمام. الامبلانت بوزيشن برضو او الاستراتيجيك بوزيشن بتاع الامبلانت زي ما احنا قلنا من الحاجات المهمه. يبقى احنا كده عملنا سمرايزيشن للايه لكل الفاكتورز اللي بتافكت الامبلانت اوكلوجن. اتمنى ان محاضرتنا النهارده يكون